مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثامن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مع درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية ومع مجال الفقه الإسلامي. معنا اليوم الجزء الثاني من صلاة التطوع، الجزء الثاني من صلاة التطوع. نتعلم في هذا الدرس مفهوم صلاة التطوع والفرق بين صلاة التطوع والفريضة وأهمية صلاة التطوع وأمثلة على صلاة التطوع. ما مفهوم صلاة التطوع وما حكمها؟ أخذناها في الحصة الماضية يا شباب. ما الفرق بين صلاة التطوع وصلاة الفريضة؟ ما أهمية صلاة التطوع؟ مفهوم صلاة التطوع هي كل صلاة غير الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة، حكمها مستحبة، أي يستحبها الشارع ويحثك عليها. الفرق بين صلاة التطوع وصلاة الفريضة: صلاة الفريضة أمر بها الشرع على سبيل الوجوب والإلزام، يثاب فاعلها ويعاقب تاركها. صلاة التطوع حث عليها الشرع على سبيل الاستحباب، يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. إذا فعلها المسلم أجر عليها وأثيب وأتي بالحسنات، وإذا ترك صلاة التطوع لم يعاقب. أهمية وفوائد صلاة التطوع: الأولى زيادة الثواب والقرب من الله تعالى ونيل محبته. الثانية تعويض الخلل الحاصل في صلاة الفريضة. صلاة التطوع يتوقع من الطالب في نهاية الحصة أن يكون الطالب قادرا على أن يعرف الطالب فضل السنن والرواتب وقيام الليل، وأن يشرح فضل صلاة التراويح، وأن يستنتج الطالب كيفية صلاة الضحى والاستخارة ودعاؤها، وأن يشارك الطالب في حل التقويم النهائي. الهدف الأول أن يعرف الطالب فضل السنن والرواتب وقيام الليل. أمثلة صلاة التطوع صفحة 67: السنن الرواتب، قيام الليل والوتر، صلاة التراويح، صلاة الضحى، وصلاة الاستخارة. السنن الرواتب هي صلاة التطوع المرتبطة بالصلوات الخمس المفروضة، وتكون سابقة أو لاحقة لصلاة الفرض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على أدائها ويحث أصحابه بالمحافظة عليها. والسنن الرواتب 12 ركعة مقسمة كالآتي: ركعتان قبل صلاة الفجر، 4 ركعتان قبل صلاة الظهر، وركعتان بعدها، ركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء. كلها 12 ركعة متعلقة بصلاة الفريضة. أكمل الجدول حسب السنن الرواتب. صلاة الفجر، هل السنة بعدها أم قبلها؟ قبلها ركعتان. طيب صلاة الظهر، قبلها 4 ركعات. طيب بعدها في شيء؟ صلاة العشاء لا يوجد قبلها شيء، صلاة المغرب لا يوجد قبلها شيء، صلاة العصر لا يوجد قبلها شيء. طيب الظهر قلنا قبلها 4 ركعات صح؟ بعدها ركعتان. العصر ليس قبلها وليس بعدها شيء، المغرب بعدها ركعتان والعشاء بعدها ركعتان. قيام الليل، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة لكم إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، رواه الحاكم. استنتج من الحديث السابق فضل قيام الليل أنه قربة لله سبحانه وتعالى، وأنه يكفر السيئات، وأنه ينهى عن الإثم، وفقنا الله وإياكم له. قيام الليل صلاة الوتر، ويصلي المسلم قيام الليل ركعتين ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، رواه البخاري.
ويختم صلاته بالوتر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل آخر صلاته وترا، وقد حث صلى الله عليه وسلم على صلاة الوتر فقال: من لم يوتر فليس منا، من لم يوتر فليس منا. صلاة التطوع، التقويم البنائي. السؤال الرابع: عرف السنن الرواتب. هي صلاة التطوع المرتبطة بالصلوات الخمس المفروضة، وتكون سابقة أو لاحقة لصلاة الفرض كما شرحناه قبل قليل. الهدف الثاني أن يشرح الطالب فضل صلاة التراويح. صلاة التراويح هي الصلاة التي تؤدى كل ليلة من ليالي شهر رمضان بعد صلاة العشاء، ويستمر وقتها إلى قبيل صلاة الفجر. حكمها سنة مؤكدة، سميت تراويح لأن الناس يستريحون فيها بين كل أربع ركعات. فضل صلاة التراويح: أنها سبب لغفران الذنوب، ومن صلاها مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة. الدليل عليها قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، رواه أبو داود. أذكر فضيلة لكل من قيام الليل: قربة لله عز وجل، وتكفير للسيئات، ومنهاة عن الإثم. صلاة التراويح سبب لغفران الذنوب، ومن صلاها مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة. الهدف الثالث أن يستنتج الطالب كيفية صلاة الضحى والاستخارة ودعاؤها. صلاة الضحى أقلها ركعتان، ويبدأ وقتها من بعد طلوع الشمس بخمسة عشرة دقيقة تقريبا، ويستمر حتى قبل أذان الظهر بعشرة دقائق تقريبا. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى، فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر، رواه مسلم. وفقنا الله وإياكم لها. إذن بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. صلاة الاستخارة ركعتان يصليهما المسلم إذا هم بفعل أمر من بين أمرين كلاهما صواب، داعيا لله جل جلاله أن يوفقه إلى ما فيه الخير. الدليل عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم تسميه بعينه خيرا لي في عاجل أمري وآجله، قال: أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، تقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، رواه البخاري. السؤال السادس: لماذا يصلي المسلم ركعتي صلاة الاستخارة إذا هم بفعل أمر من بين أمرين كلاهما صواب؟ إذا هم بأمر بين أمرين كلاهما صواب، يستخير الله لكي يرشده الله للأمر الأفضل. الهدف الرابع أن يشارك الطالب في حل التقويم. مفهوم صلاة التطوع: هي كل صلاة غير الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة. أهمية صلاة التطوع: طيب، زيادة الثواب والقرب من الله جل جلاله، تعويض الخلل الحاصل في صلاة الفريضة كما أخذنا. أمثلة على صلاة التطوع: السنن الرواتب، قيام الليل، صلاة التراويح، صلاة الضحى، صلاة الاستخارة. السؤال الأول: وضح معنى صلاة التطوع.
هي كل صلاة غير الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة؟ السؤال الثاني، فرق بين صلاة الفريضة والتطوع من حيث حكم كل منهما، ما هو حكم الفريضة؟ واجبة. التطوع سنة. الواجبة هو ما يثاب فاعلها ويترك ويأثم تاركها ويعاقب، والتطوع هو والسنة هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. السؤال الثالث، أذكر فائدتي صلاة التطوع مع أدلتهما. الفائدة الأولى زيادة الثواب والقرب من الله تعالى ونيل محبته. الدليل وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الفائدة الثانية تعويض الخلل الحاصل في صلاة الفريضة. الدليل حديث أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة. الحديث. إلى هنا وصلنا إلى ختام درسنا اليوم. الله يكتب أجركم وجزاكم خير على حرصكم واستماعكم. نراكم في دروس أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.